شوف كلام الناس، نروح كلام تعالوا الناس. نروح نشوف كلام الناس قالوا ايه لما سألناهم عن حدود علاقة الرجل والمرأة. حدود العلاقة بين الرجل والمرأة في المجتمع علاقة يعني وطيدة وعلاقة أسرية كبيرة، وخاصة لما يكونوا علاقة شرعية، لكن هي كان غير كده مش يعني هو علاقة تبقى يعني كل شخص ليه ارتباط زي بزوجته أو بأخته أو بأمه، عدم دي كلها علاقة يعني وطيدة، علاقة كبيرة جدا. الحب والاحترام والتقدير بدونهما لا يمكن أن تتم علاقة، فهذه العلاقة يجب أن نراعيها وأن نأخذ بها حب احترام تقدير. الراجل ليه واجبات وحقوق والست ليها واجبات وحقوق. طبعا الاحترام المتبادل هو اللي المفروض يكون بين واقع الحياة، والاحترام هو اللي بيؤدي لكل حاجة كويسة في حياة الراجل والست. أنا لو بحترم زوجتي هي هتحترمني، في حياتنا هتمشي مستقرة ومستقيمة. لو بحترم زميلتي، بحترم أختي، بحترم والدتي، كل الكلام ده مبني على الاحترام والأخلاق. الأخلاق هي اللي بتخلي الحياة يعني ماشية، دايرتها ماشية. حتى السيدة عائشة رضي الله عنها لما اتسألت عن أخلاق النبي عليه السلام قالت إنما كان خلقه القرآن. فالنبي عليه السلام كان هو بيطبق القرآن في حياته. حدود العلاقة بين الراجل والست في المجتمع لازم تقوم على الود والاحترام والتعاون. لابد إن هي تقام على الاحترام أولاً، ده رقم واحد يعني لو بين الرجل والمرأة كشغل وكتعاملات لازم تقام على الاحترام، تقام على ان يبقى فيه حته عدم الاختلاط اللي هو الزياده اللي احنا بنشوفه بره. لا، احنا كمجتمعات عربيه اسلاميه لازم في حدود وفي الكلام ده كله. بين الرجل والمراه كزوج وزوجه دي وضع تاني، دي قائمه على الموده والرحمه زي ما ربنا عز وجل قال كده يعني.